في المجموعة خدنا أول جزء عندنا مع بعض اللي هو حاجة اسمها أدوات القياس أو measuring tools. طبعا عنوان الوحدات اللي احنا هناخدها السنة دي يا محمد نراجعها كده تاني، هناخد وحدتين صغيرين. الوحدة الأولى المادة اللي أنا بعرضه ظاهر عندك، أيوة تمام. عندنا المطر في 4 دروس، فيها أدوات القياس measuring tools، فيها state of matter حالات المادة، فيها element around us العناصر من حولنا، وعندنا الدرس الرابع التغيرات الفيزيائية والكيميائية. يبقى الوحدة الأولى فيها 4 دروس. الوحدة الثانية هندرس فيها الكون، وهندرس في الكون النجوم والكواكب و حركة الأرض والشمس. لما نيجي ندخل مع بعض على الدرس الأولاني اللي هي أدوات القياس، طبعا في الدرس ده عايزين نعرف إيه هي أدوات القياس، وما هي أدوات قياس الطول، وما هي أدوات قياس الحجم، ونتعلم إزاي نطلع حجم النوع. نشوف أول جزء مع بعض كده، وقلناه في المجموعة اللي هو الميجرنج تولز أدوات القياس. طبعا الأدوات دي حاجات حوالينا، أنت ما تقدرش تكتب من غير القلم. دلوقتي الموبايل اللي في إيدك ده بنعتبره أداة، بيساعدك إن أنت تشوفني، بيساعدك إن أنت تسمع. ففي حياتنا اليومية في حاجة تسمى أدوات القياس، كل مهنة لها أدوات. الدكتور ليه سماعة، المدرس ليه مثلا قلم، ليه مسطرة، ليه مثلا تباشير النظام القديم. فبيقول لي حوالينا في كل مكان في أشياء، الأشياء دي بتختلف في شكلها، الشيب هيدي أول حاجة، بتختلف في لونها، بتختلف في خامتها. ماشي يا محمد؟ ماشي. طبعا أي شيء يبقى عندنا فيه كام حاجة بتختلف فيها؟ المادة، الكالر، والشيب، والتكتشر. يبقى عندنا كالر، شيب، تكتشر. يبقى لو جالك في الامتحان المطر ديفر إن إيه؟ هنقول له المطر differ in أول حاجة شيب أهي، اللي أنا شديت لك تحتيها خط، تاني حاجة color أهي، تالت حاجة texture اللي هي الخامة اللي مصنوع منها. طبعا مثلا الكرسي اللي أنت قاعد عليه مصنوع من الخشب، القلم اللي أنا بكتب بيه ممكن يكون مصنوع من مادة الجرافيت أو اسمها الكربون. الحاجات حواليك في الأوضة في المدرسة بتختلف في لونها، بتختلف في شكلها. ومن هنا بنقول what is meant by matter، إيه هي المادة؟ طبعا المادة هي أي شيء ليه كتلة وحجم. It is anything that has mass and A and volume. يبقى لو جالك في الامتحان مثلا what is meant by matter، هتقول له المطر it is anything that has mass and A and volume، يعني أي شيء ليه كتلة وليه حجم. نقراها كده محمد تاني مع بعض، ها؟ It is matter. أيوة. It is everything. Everything that has mass and volume. برافو عليك. يبقى It is everything، يعني أي شيء ليه كتلة وليه إيه؟ وليه حجم. الجزء الثاني ممكن تعريف تاني، يقول لي ان المطر it is everything that has mass and occupies space، يعني هي اي شيء له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يبقى ممكن كلمة mass و occupies space دي تتشال وتجي لك complete. نقراها تاني مع بعض كده التعريف التاني يا محمد. It is matter. It is everything that has mass and occupied shape. Space. Space. كلمة space معناها الفراغ. Space. الإيه؟ الفراغ أو المكان اللي واخد فيه المادة أو واخدة فيه المادة دي. يعني الكرسي عندك في الصالة واخد مكان، السرير واخد مكان. يبقى أي شيء حوالينا حتى الهواء اللي موجود في الأرض واخد مكان. لما نيجي بقى ننتقل لحاجة تانية اللي هي على سبيل المثال، لو انت رحت تشتري مثلا بعض الأشياء زي الملابس،
لو رحت اشتري ملابس مثلا، البياع بيسألني عن الطول، مش هيروح يديني كده قماش، يديني مثلا حتة قماش يقول لي اتفضل، لا يقول لي عايز كم متر. القماش ده ممكن نجيبه مثلا للأنتريه، ممكن نجيبه للملابس. يبقى الأقمشة بتستخدم بالمتر أو بتباع بالطول. طب في مهنة تانية بتشتريها بالإيه؟ بالكتلة. أنا لو حبيت مثلا تشتري خضار، حبيت تشتري فاكهة، حبيت تشتري لحمة، البياع دايما بيسألك على إيه؟ عايز كام كيلو؟ يبقى هنا لو أنا حبيت أشتري مثلا خضار أو أشتري فاكهة أو أشتري لحمة بيسألني عن الكتلة. طب حاجة تانية، لو رحنا نشتري مثلا زيت، البياع برضو بيسألني على اللترات اللي أنا عايز أشتريه. معايا محمد؟ ايوه معايا. تمام، معلش النت مهنج. هو محمد سلامة دخل؟ لا محمد لسه ما جاش، شكله مش هيعرف يدخل بقى النهارده. بنعرف بقى كمان ايه هي الماس. الماس it is amount of matter in an object، يعني هي كمية المادة اللي موجودة في الجسم. ده تاني تعريف عايزين نعرفه بعد الماتر. يبقى الماس it is amount of matter that object contain. الجزء اللي انا بلفه ده هتقراه تاني يا محمد معايا، اللي هو التعريف ده كده. يلا الماس ايه هي؟ It's the amount of matter in an object. برافو عليك، كمان مرة. It's the amount of matter in an object. يعني كمية المادة اللي موجودة في الجسم. في تعريف تاني الفوليوم، ده تالت تعريف في درسنا، اللي هو it is the space that occupied by matter، اللي هو الحجم الحيز اللي بتشغله الايه المادة. نقرا تعريف الفوليوم، هنزله لك تاني اهو كده. يلا ها الفوليوم. It is the volume. It's the shape occupied by the matter. By the matter. برافو عليك. يبقى خدنا تعريف الماتر. It is anything that has mass and volume. تعريف الماس. It is the amount of matter in an object. تعريف الفوليوم. It is the space that is occupied by matter. لما نيجي ننتقل لإيه هي أدوات القياس مع بعض كده، لو جينا شفنا أدوات القياس هنلاقي إن أول حاجة عندنا حاجة اسمها اللينس أو أدوات قياس اللينس. طبعا اللينس زي ما اتفقنا ليه أدوات وليه وحدات. عندنا أول أداة حاجة اسمها المتر، وإحنا شفنا المتر وتعلمنا إزاي نقيسه بيه في الفصل مثلا. في أمتار معمولة من أو ميجرنج تاب معمولة من الحديد، وفي ميجرنج تاب بتكون معموله من الجلد، وفي رولر معموله من البلاستيك او من الحديد. أو لما نيجي ناخد اول حاجه اللي هي الميجرنج تاب، ودي بتقاس للاطوال الكبيره زي الجرادويتد تيب، وفي عندنا جرادويتد رولر، ودي بتستخدم للحاجات الصغيره. يبقى الادوات اللي عندنا بنقيس بيها ايه هي يا محمد تاني؟ graduated ruler و graduated tape. برافو عليك. الجرادويتد رولر تقيس ايه؟ بيقيس الحاجات الصغيرة. تمام، والجرادويتد تيب يقيس ايه؟ الحاجات الكبيرة. يعني بيقيس، فاكر اسم يعني بالشريط المدرج ايه اللي قسناه في المدرسة؟ اللي هو الكبير ده قسنا ايه؟ الفصل. قسنا طول الفصل، وقسنا طول الشاشة اللي موجودة كمان في الفصل، فاكر؟ كان طول الفصل طلع 7 متر، وكان العرض تقريبا 5 متر ونص، وقسنا كمان طول الشاشة بتاعتنا. يبقى إذا لازم نركز إن إحنا عندنا الشريط المدرج ده أستخدمه للحاجات الكبيرة اللي هو ده، ولكن المتر اللي هو ده
برضو للحاجات الكبيرة، بس الراجل الخياط هو اللي بيستعمله. يبقى الاتنين دول يقيسوا للحاجات الايه الكبيرة، الكبير والمسطرة تقيس للحاجات الايه الصغيرة. يبقى لو جينا قلنا أول حاجة ممكن ناخدها كده هنا للمسطرة اهي دي، نكتب كده جنبها small lens، يبقى تقيس لي والكراتويد التاب الحاجات الكبيرة، يبقى دي small ايه lens. طب ال small lens زي ايه؟ زي مثلا القلم، زي الكراسة، زي مثلا الكتاب بتاعك دي تنفع تقيس بيه برضو الايه، يبقى دي small lens. طب لو حبينا نقول الجرادويتد تيب بقى بتقيس لي ايه؟ طبعا هنا بتقيس لي الحاجات الكبيرة، يبقى اللي هي large lens. ايوه برافو عليك، يبقى هنكتب هنا big object هتقيس الاشياء الايه الكبيرة، الأشياء الكبيرة زي فصل، زي صالة، زي سبورة إلى آخره. دي أول حاجة لازم نأكد عليها اسمها أدوات قياس الإيه؟ الطول، المسطرة، والشريط المدرج. طيب ناخد بعد كده حاجة تانية يا محمد اللي هي أدوات قياس الطول. لو جينا خدنا شفنا الأدوات بتاعة قياس الطول إيه هي؟ بس انت معايا؟ معاك يا محمد. هناخد بقى بعد كده اليونت، ايه هي اليونت بتاعت قياس الطول؟ نقفل دي بقى كده خلاص. ونمسح الجزء ده كده. كده يبقى احنا خدنا ثانية يا محمد الله. هو في حد عايز يدخل ولا ايه؟ في حد بس مش عارف يدخل، تقريبا النت عنده ايه فاصل، بقاله بسرعة، ممكن يكون محمد سلام. ما وصلش، فصل تاني، مش عارف محمد ولا حد تاني. طيب نكمل بقى الجزء التاني اللي هو بعد ما خدنا المسطرة المدرجة والشريط المدرج، هناخد مع بعض حاجة اسمها الـ unit of length. عندنا أول unit هي السنتيمتر، وطبعا السنتيمتر دي بنستخدمها لقياس الأشياء الصغيرة، زي ما انت شايف كده قطعة الخشب اللي انا بقيسها قدامي دي طولها 8 سنتي، يبقى انا سوني يا مستر في حاجة كبيرة. طيب اقفل عليا ورد. يبقى عندنا الأدوات اللي هتستخدم لقياس الطول السنتيمتر، ودي للحاجات الصغيرة زي ما استخدمنا المسطرة للحاجات الصغيرة. يبقى لما نيجي نقول كده المسطرة it is used، أو سنتيمتر it is used to measure small small lengths، طبعا like lengths of pen، lengths of book، lengths مثلا of notebook، يبقى دي مناسبة لقياس الحاجات الصغيرة. طب عندنا حاجة أكبر اللي اسمها المتر، ودي بتستخدم بقى suitable for large lengths زي أبعاد الغرفة. المتر عندنا قلنا بيساوي 100 سنتي. طب في وحدة تالتة اللي هي الكيلومتر، والكيلومتر دي it is used for measure very big lengths
زي distance between Cairo and Alexandria أو المسافة ما بين مدينتين. يبقى إيه هي الوحدات تانية يا محمد نلخصها مع بعض؟ إن هنقول باللون الأزرق هي السنتيمتر والمتر والكيلومتر. تمام، السنتيمتر يجي مع الحاجات إيه؟ السنتيمتر يجي مع الحاجات الصغيرة small length. small length عليك، والمتر يجي مع إيه؟ large length. لارج لينس زي الأوضة أو زي ارتفاع الأوضة إلى آخره. طيب الكيلومتر يجي مع إيه؟ very big length. برافو عليك. very length. very big. برافو. المتر عندنا 100 سنتي. طب الكيلومتر عندنا كام سنتي أو كام متر؟ الكيلومتر عندنا 1000 متر. فممكن نقول لو حبينا نطلع الكيلومتر بالنسبة للسنتي يبقى الكيلومتر هيبقى فيه مليون سنتي. لأن هنضرب الألف في 100 أو 1000 تايمز 100. يبقى الكيلومتر it is used to measure very big lengths such as the distance between Cairo and Alexandria such as a 1 كيلو 1000 متر. ممكن بقى يجي لك 2 كيلو أو 3 كيلو زي الشيت اللي أنت خدته، هتضرب الرقم اللي عندك في 1000. يبقى بالنسبة لليونت في ثلاث يونت، سنتيمتر ومتر وكيلومتر، وفي عندنا أداتين اللي هي الميجرنج تيب والميجرنج رولر. ندخل على الماس أو ميجرنج ماس. طبعا إيه هي الماس؟ بنقول الماس it is the amount of matter that object contain، كمية المادة اللي موجودة في الجسم. قدامك في الصورة اللي قدامك كده فيه شكلين للميزان، في ميزان ليه كفتين اهو، كفه هي تكفه اهي، وميزان الحساس اللي هو اللي تحت. ايوه برافو عليك. وعندي في ميزان حساس اهو تحت، وطبعا هنا الكاس ده وزنه خمسة. الميزان اللي تحت اسمه تيب بالانس. برافو عليك. عارف هو كتلة الكاس دي كام يا محمد؟ مكتوب كام على الميزان؟ لا انا مش شايفك عشان مش شايف عشان الصورة. مش شايف الميزانة مكتوب عليها كام؟ اي عشان الصورة بس الصورة يا مهم. الصورة تمام مكتوب على الميزان هنا. انت ممكن تلف الموبايل تعكسه هيظهر لك الصورة كلها، خلوش بالطول خليه بالعرض. يبقى عندنا ال هي لفيته بالعرض، لو لفيت ممكن الصورة كلها تظهر لك. بنقول بقى هنا نكمل، بنقول مرة تانية إن أنا عندي في نوعين من الموازين، في ميزان بنقول عليه ميزان ذو كفتين، وفي ميزان تاني بيطلق عليه ميزان حساس. لما نيجي نكمل الفرق ما بين الاتنين، الميزان العادي والميزان الحساس إيه؟ لقينا إن الميزان العادي بيستخدم الحاجات الكبيرة زي مثلا الخضار اللحمة أي مادة عايز تشتريها اسمها common balance. يبقى it is used to measure the mass of big objects such as 1 kilo of sugar and half kilo of cheese. طب في واحدة تانية أو في أداة تانية sensitive balance، ودي it is used to measure small masses of tiny objects such as things made of gold and chemical inlay. يبقى انا عندي دلوقتي في اداتين، اداه تسمى الكومون بالانس واداه تسمى السنسيتيف بالانس. اقراهم معايا كده يا محمد. الكومون بالانس الاول it is used it's used to measure the mass of big object show at 1 kilo of ايه؟ 1 كيلو اوف شوجر. 1 كيلو اوف شوجر يا محمد. And a half kilo of cheese. او نص كيلو منين؟ من الجبنه. السنسيتيف بالانس شايف ولا ايه؟ ظاهره قدامك؟ ايوه ظاهره. طيب يلا اقرا لي السنسيتيف بالانس. It is used. It's used.
to measure small masses of tiny object as things made of gold and chemicals and the lead. طب نقول تاني بقى اسميهم ايه؟ to bend balance. ها to bend balance common balance common balance. والميزان التاني اسمه ايه؟ synthetic balance. ده يجي مع الحاجات الكبيره، ده يجي مع الحاجات الايه؟ الصغيره. طب يبقى كده عرفنا الاداه والوحده، وركز معايا عشان هسالك في الاخر. لما نيجي ناخد بقى اليونتس مع بعض بتاع الخاصة ب الماس، عندنا برضو 3 يونت. فاكر اليونت بتاعت اللينس ايه يا محمد؟ الميت. الوحدات بتاعت الطول لسه واخدينها ايه؟ السنتي السنتيمت والمتر. برافو عليك. لما نيجي بقى ناخد وحدات الماس، لما اروح للراجل بتاع الذهب هقول له اديني مثلا خاتم 5 جرام، لو انا عايز بقى خاتم كبير شويه 10 جرام. يبقى اول وحده عندنا اسمها الجريم او الجرام. الجرام دي بتستخدم لقياس الحاجات الايه؟ الصغيره. الصغيره، برافو عليك، انت مصحصح. لو حد بيبعت لك يبقى له ولا ايه؟ ما حدش بعت لي، هو لسه ما حدش بعت لي. هو ايه؟ انت معايا بس انا وانت، الشاشه باينه قدامي، لو حد بعت لي هقبل. يبقى في عندنا الجرام، وده it is suitable for measuring small masses زي الجولز او زي المجوهرات. الكيلو جرام، ودي it is suitable for measuring large masses للحاجات الكبيره such as fruit and vegetables. وعندنا الجزء الثاني اللي هو الطن، وده it is used to measure very big object like الطن. طبعا عندنا 1000 جرام. يبقى كام وحدة تاني؟ الجرام والكيلو جرام والطن. الجرام للحاجات الصغيرة مكتوب small اهي، الكيلو جرام للحاجات الكبيرة اللي هي large masses، والطن للحاجات الكبيرة جدا او الحاجات زي العربيات زي الحديد زي الاسمنت الى اخره. رقم تاني يا محمد، يلا. ها الجرام. الجرام it's suitable for measure small masses show us jewelry. تمام. الكيلوجرام it's suitable for measure large masses show us fruits and vegetables. مقطعين، اقراها على جزئين. ال 1 كيلو، ها؟ 1 كيلو 1000 جرامز. جرامز، تمام. الطن it's used to measure very big object. طن يساوي او equal 1000 كيلو جرامز. طب لو قلت لك بقى الماسف جولد تقاس بايه؟ ماسف جولد، كتلة الذهب، ميجرد باي وات؟ بتتقاس بالجرام. بس انا ما قلتش هنا يونت، خلي بالك. لو قلت ميجر باي وات تقول لي سنسيتيف بالانس. لكن لو قلت لك باي ايه نقط او باي نقط يونت تقول لي جرام. ماشي يا محمد؟ يعني في السؤال تشوف في كلمة يونت أدور على يونت، ما فيش يونت أجيب الأداة اللي أنا بقيس بيها. طب suitable unit for measuring mass of fruit. ها؟ الإيه؟ suitable unit suitable unit to measure the mass of fruit. هتبقى إيه؟ اللي بيتقاس بالفروت اللي بإيه وحدة قياس؟ اللي هو الكيلو جرام. الكيلو جرام، تمام. ولا هو طب mass of very big object by unit mass of very big object. الماس بت إيه؟ very big، يبقى مين الوحدة بتاعتها؟
الايه يا مستر؟ ال very big، الحاجات الكبيرة، التون. الطن. الله ينور عليك يا محمد، كده برافو عليك. في الحتة اللي انت دي تكتب فيها بتاع الصوت بيقطع شوية، الصوت بيقطع. طيب شوية ماشي، انا هعمل اشتراك تاني اهو، اعيد تاني الايه لحد بعد ولا ايه؟ لا خلاص ماشي روح. يبقى أول سؤال مع بعض، مطر has A and A، قلنا has mass and volume. mass and volume تمام. الكيلو جرام بقى is the unit of measuring A. الايه؟ كيلو جرام. الكيلو is بيكون في unit الماس. برافو عليك، الكيلو جرام وحدة قياس الماس. انت هايل النهارده يا محمد. طيب السؤال اللي بعده، السؤال الثالث، المتر is unit of measuring A. المتر المتر ولا الفوليوم؟ المتر، متر measuring unit of A. المتر، المتر، المتر is بيقيس بإيه؟ بنقيس بإيه؟ small lens. ماشي، او ممكن نقول عليها بيج لينس بقى عشان تبقى صح، سمول لينس ده السنتي. طب السؤال اللي بعده، لينس نسيته. الميجرنج تاب بيقيس ايه؟ بيقيس لارج لينس. براف، لارج لينس. طيب الكومون بالانس بيقيس ايه؟ الكومون بالانس بيقيس اللي هو المجر... اللارج، اللي هو اللي هو اللي الميزان ذو كفتين. بس ايوه، الميزان ذو كفتين بيقيس ايه بقى؟ لارج لارج ماسس. لارج ماسس، برافو عليك، لارج ماسس. طب الميجرنج رولر از يوز فور ميجرنج وات؟ بتستخدم سمول لينس. مول. برافو عليك. السؤال السابع، give reason او question، ليه الكار لها فوليوم؟ كار فوليوم، الكار لها حجم ليه؟ اسمها بيكوز ان ايوه 8 كيوبات لها كتلة وحجم. لا هي بيقول لك لها حجم هنا لانها واخده مكان بقى، يبقى 8 كيوباي سبيس. لكن هقول لها كتله وحجم لما يقول لي لها ليه ماده بقى. ليه السؤال الثاني بقى، الجلاسز ماتر ليه بقى؟ اللي بيكوز انها كتله أيوة. وحجم. انجلش بقى، it has because it has mass volume and mass and mass. طيب انا نكمل اخر سؤال، anything that has mass and volume ده تعريف ايه؟ anything that cube ده matter. matter تمام. amount of matter in object ده تعريف ايه؟ the amount of matter mass or mass. ماس، برافو يا محمد، الله ينور. This is the space that occupy by matter. أنا كده يا مستر في حد بعت الحيز اللي بتشغله المات. ثانية يا مستر، كده في حد في حاجة. أنا مستر. نعم.
تمام كده؟ سامع. استنى على الصوت عشان الصوت وقت كده شوية. أنا شغال أهو، الصوت عالي على الآخر أهو. كده سامع كويس؟ كده على أيوة. طيب السؤال اللي بعده. ايه ده؟ ايه البتاع الغريب ده؟ ها يكون معنى كده ثاني. ايه اللي الحيز اللي بتشغله المادة دي ظاهرة عندك؟ ثانية يا مستر، التليفون باين بيقفل ويفتح. مستر دلوقتي أنا مستر. ما التليفون باين كده يعني. طيب جايز التليفون عندك في الشبكة فيها حاجة؟ أنت سامعني؟ التليفون بيقفل وبيفتح. أنا مست ماشي معاك. ها الايه بقى؟ اتس ذا شيب ذا سبيس. ده تعريف مطر. تعريف الايه؟ المطر عشان هو تالت حاجة مش تالت حاجة مش مطر. انا مستر ايوه الصوت عندك سامعك يا محمد. انا اثبت ايوه باي ماتر ده تعريف الفوليوم. الفوليوم. طيب يلا السؤال اللي بعد. تمام يا مستر. سامعك يلا السؤال اللي بعده. نحل السؤال اللي بعده يلا يا محمد. ثانية يا مستر، انت هجيب بس حاجة وديني. مستر لا ممكن ادخل ممكن افصل وادخل تاني اصل التليفون ماله كده. طب احنا خلاص كفايه، ممكن نكتفي النهارده، احنا بقالنا يا دوبك كده ساعه. وهبعت لك الايه، هو في دلوقتي سيف دخل معانا اهو. خليه يتكلم كده. ازيك يا سيف؟ سيف معايا سامعني؟ كده حلو كده. الو مستر. ازيك يا سيف حبيبي عامل ايه؟ انا محمد. ما هو سيف دخل معانا اهو. خليه يفتح المايك. شغل المايك يا سيف. المايك بتاعك شغال؟ شايفني؟ وانا السمع عليه يا مستر. لا هو سيف لسه ما شغلش المايك. الله يسيبك. ايه شغل المايك يا سيف. ايوه
مستر انت سامعه؟ انا لسه ما سمعتوش. لو هو فتح المايك كويس ماني هو دلوقتي سامعني؟ لا هو مش سامع. سامعني؟ انت كتبت مستر عادي ليه سامعني؟ انا بكتب لسيف. اي سيف سامعك كده. وانا شايفه تمام. هو مشغل الكاميرا بتاعته. تمام مستر كده. يا حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله. ساعتها احنا شغالين من ساعتها. مش عارف تدخل ولا ايه؟ مش عارف تدخل؟ انا يعني اللي عارف ادخل. طيب برافو يا محمد كده انتوا معايا اهو. مثلا هو انت جايب كتب؟ ايه المعاصر معاك؟ المعاصر هجيب. طب إيه؟ هاته كده وتعالى وانا هبدا معاك اهو تاني. طب جد تمام. سيف نعم كده كده شغالين من ساعتها. محمد انت لو عايز تطلع بقى او عايز تخليك معايا هعيد الجزء تاني. عيد يا مستر لو معاك. لو حابب تستنى معايا خليك، لو حابب تطلع براحتك بقى. سيف شايف الصورة اللي ظاهرة لك كده؟ الباوربوينت ظاهر لك؟ ايه؟ الشاشة دي ظاهرة لك؟ ايه اي كده ظاهرة تمام عندك؟ طيب نبدأ كده مع بعض أول درس في منهجنا بطريقة بسيطة كده. طبعاً إحنا هندرس كده السنة دي وحدتين، وحدة اسمها أدوات القياس وعندنا وحدة تانية اسمها الكون أو بنقول عليها باسم اليونيفرس.